نتذكر مواقفه، نتذكر كيف كان يحيطنا جميعا بإنسانياته الرفيعة، نعلم أن هذه الشخصية الفريدة هي نتاج مصر، لأنه مصر هي الأسبق، كانت أسبق من الكنيسة الوطنية المصرية، وكانت أسبق من الأزهر الشريف، ومصر هي التي علمتنا كيف نكون مصريين. وعشان كده مصر مش وجهة نظر يا أستاذ حمدي، مصر تجليات. صحيح. والبابا شنودة كان أحد هذه التجليات، لأنه هو بموقعه الروحي والديني كان عنوانا لمصر، مصر الحقيقية، مصر التي لا تقبل القسمة على اثنين، مصر التي تهزم أعدائها بوضوح الرؤية أمام أبنائها جواهم في ذاتهم قبل ما تكون في أي عنصر آخر.